اليوم غادي نتكلموا على ظاهرة الترمضينة خلال شهر رمضان. يعني الترمضينة هي الإنسان كيولي معصب مقلق، يعني متوتر، ويمكن يدابز على أقل حاجة. طبعا هذه ماشي ظاهرة عند الجميع، يعني الناس الكثير الأغلبية الناس كيكون عندهم صيام عادي جدا وما كاينش إشكال، ولكن ما نكروش بأنه في بعض عند الناس يعني كاين أسباب اللي تخلي بعض الفئات ديال الناس اللي يكونوا متوترين. علاش؟ اولا ما نساوش بانه الجوع بنفسه هو واحد العامل ديال التوتر بالنسبه لبعض الفئه. الجوع اللي قلنا كيخرج الهرمون ديال الكورتيزول، الكورتيزول كيعطي واحد يعني باش كيخلينا واقفين على رجلينا، في نفس الوقت كيخلي الحاله ديالنا شويه متوتره. الحاجه الثانيه، خلال رمضان الأغلبية الناس، ما نقولش الأغلبية ولكن الكثير من الناس اللي ما كينعسوش مزيان في الليل في رمضان، إما كينعسوا وقت قليل ولا كينعسوا في وقت ماشي هو الملائم، بمعنى ما كيسترحوش، النوم ديالهم ما كيكونش نوم مريح، وبالتالي كيصبحوا متوترين، ما عندهمش تركيز، ما عندهمش يعني كيمكن ينسى شي حاجة، ماشي مركز، إلي إغيتابل، كيتشنج بسرعة. حاجة أخرى بالنسبة للتغذية ديالنا في رمضان حتى هي كذلك يمكن تساهم في هذا الاتجاه. علاش؟ لأنه في الإفطار الإنسان كيفطر بالزربة كياكل السكريات، الأنسولين كطلع، من بعد كيولي السكر كينزل عنده، كيولي الجسم كيخرج هرمونات باش يحافظوا على المستوى ديال السكر، هذوك الهرمونات حتى هما كيساعدوا على التوتر. ولكن ما نساوش اللي مهم في هذا الشيء بزاف هما الناس اللي عندهم بعض أنواع الإدمان، وهنا غنتكلموا على الإدمان ديال التدخين كمثال. الناس اللي كتدخن في رمضان ملي كيوصل يعني كيبقى واحد النهار مده نهار كامل ما كيدخنش، كيحس بواحد الحرمان ديال التدخين. النيكوتين راه كينقص في الجسم، وهذاك النيكوتين هو الماده اللي في السيجاره هي اللي كتعطي الادمان، بالتالي كيولي الانسان كيقلب على فوقاش يوصل المغرب، وملي كيوصل المغرب كيبقى يدخن السجائر هذه ورا هذه ورا هذه، وكيبقى يدخل حتى داك الدخان ديال التبغ كيدخلو للصدر ديالو بزاف باش كيعطي اشباع للنيكوتين للجسم ديالو. وهنا هذاك النيكوتين وداك التدخين بسرعه وكيدخل للصدر ديالو بزاف ديال الدخان، هذا كيكون عنده واحد التاثير سلبي على الانسان. ولهذا كاين ادمان اخر هي القهوه واتاي، حتى هما كذلك راهما من المنبهات، والانسان اللي كتحرم منهم في النهار كيولي عنده واحد الاحساس بالحرمان. وهنا كاين دراسه وبالارقام، الى هزينا 100 دراسه بينات الى 100 الناس اللي كيضرهم راسهم في رمضان كنلقاو فيهم 50% مدخنين، ولكن الى خدينا 100 الناس ما كيضرهمش راسهم في رمضان كنلقاو غير 22% اللي هما مدخنين. ها الفرق ديال تدخين الناس اللي كيدخنوا كيعطي الالم ديال الراس. الى خدينا كذلك الناس اللي كيدخنوا هزينا 100 الناس هزينا 100 الناس اللي كيضروا راسهم كيشربوا القهوه كنلقاو 82% كيشربوا القهوه. الى هزينا 100 الناس اللي ما كيضروش راسهم كنلقاو 58%. هذا الفرق هو مرتبط بالشرب ديال القهوه. الى خدينا اتاي كنلقاو 100 الناس اللي كيضروا راسهم 95% فيهم كيشربوا اتاي. والى خدينا الناس اللي 100 الناس اللي ما كيضروش راسهم كنلقاو فيهم غير 58% اللي هما الناس اللي كيشربوا اتاي. فاذا التدخين، السيجاره، التدخين والقهوه والشاي هما كذلك من العوامل اللي كتساهم في الالم ديال الراس وفي الحرمان، يعني كيتسمى البريفاسيون، واحد سيندروم دو بريفاسيون لجسم الانسان كيتحرم من النيكوتين. واكثر من هذا هو انه كنعرفوا بلي النيكوتين، هذاك النيكوتين كيعاون المفعول ديال القهوه وديال اتاي كيف التنشيط ديالو كيعاونهم. ملي الانسان هذاك اللي كيكمي ما كيكميش كيولي كيحس بلي ناقص التدخين وناقص قهوه وناقص اتاي واخا يكون شربهم، لانه هذاك الدخان اللي كيشجع كيعاون داك القهوه واتاي كيعاون بين قوسين في جسم الانسان ما سالكمش. فاذا هاد العوامل هذه لا ديال الجوع ولا النظام الغذائي ولا ديال النوم ولا ديال بعض انواع ديال الادمان ديال القهوه ديال اتاي ديال استهلاك القهوه اتاي ديال السجائر كلها كتساهم في الترمضينة. كذلك ما نساوش بان النقص ديال الماء كيؤدي لاجتفاف ديال الخلايا ديال جسم الانسان، وهذا الاجتفاف ديال الخلايا بما في ذلك حتى الخلايا ديال الجهاز العصبي حتى هي كتسبب الانسان الصائم
كتسبب في واحد شويه ديال التشنج. فاذا النصائح باينه، الانسان الفطور الصحي في الوقت الكافي، تجنب الدهنيات، تجنب السكريات، شرب الماء، وبالخصوص في السحور خصنا نستيقظوا على الاقل نشربوا الماء، نشربوا حليب، نشربوا مسائل اخرى اللي كتعطينا الطاقه في النهار، ونتجنبوا السكريات لانها كتعطينا الالم ديال الراس، والالم ديال الراس كيساهم في التشنج ديال الانسان وفي لونكسيتي ديالو، في التوتر ديالو، في الستريس اللي كيكون.